السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، انتهينا خلاص من الدوائر الكهربية، والنهاردة هنتكلم على جزئية جديدة، ومع بعض عايزة نفتح الكتاب ونتفرج على هند وعمر بيعملوا ايه لما لقوا الغرفة بتاعتهم مليانة بكورة ومليانة مغناطيس وفيها زنبروكات، فبدأوا يعملوا ايه؟ هيرتبوا الأوضة بتاعتهم. أول حاجة عمر هيبدأ يشيل الكرة في مكانها، يبقى عمر هيتفاعل مع الكرة، هند هتمسك المغناطيس وتلم بيه الأجزاء المعدنية، يبقى هند هتتفاعل مع المغناطيس. الزنبروكات اللي هم هيلعبوا بيها رياضة هم الاثنين، يبدأوا يتفاعلوا هم الاثنين مع الأشياء اللي موجودة كانت في الغرفة. التفاعل مع الأشياء دي بيلزم أو بيحتم وجود مؤثر خارجي على الأجزاء دي، يغير من حالتها أو يحركها، ممكن يرفعها ممكن ينزلها، ممكن يحدفها بقوة، ممكن يجذبها ممكن يدفعها. كل المؤثرات دي بنطلق عليها اسم القوى، والقوى اللي هنتكلم عليها النهاردة تتبع التفاعلات مع الأشياء من حولنا. حركة الكرة اللي في الملاعب برضو بنقول عليها، لو ركلها اللاعب بقوة كبيرة بتمشي مسافة كبيرة، يبقى هو تفاعل مع الكرة. هتكلم كمان واقول ان التفاعلات مع الاشياء اللي حولنا دي بسبب وجود مؤثرات، برضو المؤثر ده احنا مش بنشوفه لكن بيغير من حالة الجسم، ممكن يغير شكله، يغير اتجاهه، يوقفه اذا كان متحرك، يحركه اذا كان ثابت في مكانه او متوقف. هذا ما نسميه بالقوة. اذا كلمة القوة لما بنعرفها احنا مع بعض بنعرفها بانها كل مؤثر يؤثر على الأشياء فيعمل على تغيير حالتها من حركة أو من سكون. يبقى القوة هي تغيير، أنا لا خليني من هنا، تغيير حالة الجسم، والجسم اللي متوفر عندك هو الكرة، الكرة اللي موجودة مع عمر. تغيير حالة الجسم من شكلها أو اتجاهها أو إيقافها، كل ده بيبقى تحت تأثير ما يسمى بالقوة. إذن القوة هي كل ما يحرك الأجسام من حولنا. القوة هي كل ما يحرك الأشياء حولنا، زي ما قلت إذا كانت متحركة يوقفها، إذا كانت واقفة يبدأ يحركها أو يغير اتجاهها أو يغير من شكلها. النوع من القوة اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة هي الدفعة والجذبة. يعني ايه قوة دفعة ويعني ايه قوة جاذبة؟ يمكن احنا شايفين بنقول دفعة يبقى احنا بنبعدها عن أجسامنا، لكن لما اقول جاذبة يبقى احنا بنقربها من أجسامنا. زميلنا وعمر زميلنا لما يركل الكرة بعيدا عنه يبقى هو عمل لها ايه؟ عمل لها قوة دفع. لكن هند لما جذبت الأشياء المعدنية للمغناطيس قربتها من جسمها، فدي بتسمى قوة جذب، قوة جذب. يبقى اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة تحت عنوان الدفعة، الدفعة والجذب. يعني ايه كلمة الدفعة ويعني ايه كلمة الجذب؟ الدفعة قلنا هي تحريك الأجسام مبتعدة أو بعيدا عن أجسامنا، يبقى هي دفع أو تحرك، تحريك الأشياء مبتعدة عن أجسامنا.
تبقى الجاذبة ايه؟ تبقى عكسها، تقريب الأشياء أو تحريك الأشياء مقتربة مقتربة من أجسامنا. دي الدفعة والجذب. طيب كل الأشياء، أي جسم نتركه حر، أي جسم نتركه حر يتجه فين؟ يتجه إلى الأرض. في عمرك بتسيب جسم يتحرك حر يطلع لفوق أو يتجه يمين أو يسار؟ لا. طب هو إيه السبب إن جميع الأجسام التي تسقط على الأرض تتجه نحو الأرض؟ السبب هو وجود ما يسمى وكلنا عارفين الجاذبية الأرضية، ولأن الأجسام عندما تسقط تقترب من الأرض يبقى دي قوة جاذبة وليست دافعة. يبقى إيه هي القوة الجاذبة؟ هقول إن جميع الأشياء أو الأجسام تسقط في اتجاه الأرض. إيه السبب؟ نقول بسبب وجود الجاذبية الأرضية. بسبب وجود الجاذبية الأرضية. طيب يا ترى هي كل القوى اللي احنا نعرفها عبارة عن قوة دفع وقوة جذب بس؟ لا، ده كمان في هناك قوة نافعة وفي هناك كمان قوة ضارة. ندي أمثلة كده للنوع التاني من القوة النافعة والقوة الضارة. برضو أقول تعالى نرجع لكتابنا ونشوف كده. عندنا في صفحة 41 مجموعة من الأشياء اللي بيعملها هند وعمر، ونحدد فيهم مين القوة الدفع ومين القوة الجاذبة. طبعا لو واحد بيرفع أثقال إلى أعلى يبقى دي بيبعدها عن جسمه، اللي بتبعد عن الجسم تسمى قوة دفع، لكن اللي تقرب من الجسم تسمها قوة جذب. ودينا أمثلة كتير. تعال بقى نشوف هل القوة بتاعتنا كلها قوة نافعة ولا قوة ضارة. أقول لك تعالى نشوف. أدي قوة، في قوة بتبقى قوية جدا وفي قوة بتبقى ضعيفة. حركة الرياح وحركة السفن وحركة الطائرات والأجسام اللي لما بتقوم الرياح بتبدأ تتحرك، كل دي نوع من أنواع القوة الإيه؟ الضعيفة، من أنواع القوة الضعيفة. لكن في قوة تانية بتبقى شديدة جدا، زي مثلا الأعاصير، زي البراكين، زي الزلازل، كل دي قوة بنقول عليها قوة مدمرة وقوة ضارة. ادي نوع تاني، نقلب الصفحة ونتفرج ونشوف. ادي القوة المدمرة. يبقى لما اتكلم دلوقتي على انواع القوة الضارة والنافعة، اقول القوة النافعة اللي هي بنعمل فيها او بتتحرك فيها الاشياء حركة بسيطة. يبقى القوة النافعة تحرك الاشياء بقوة ضعيفة، زي حركة مثلا انتوا خدتوا في الجغرافيا حركة المراوح اللي هي الطواحين الهوائية اللي فاكرين كنا بنقول بتشغل التوربينات. اي حركة انت بتعملها، بتفتح غطا، بتفتح ازازة، كل دي بنقول عليها قوة ضعيفة، فدي قوة نافعة مش ضارة. لكن القوة الضارة زي ما وريتكم، دي قوة مدمرة زي الزلازل والبراكين، زي الرياح والاعاصير. كلنا نعرف يعني ايه اعاصير، هنعرفها دلوقتي، بس بعد ما نقول القوة الضارة اللي هي زي البراكين. وانتوا عارفين يعني ايه بركان؟ طبعا البركان اللي هو بيندفع ما داخل الارض الى خارجه بقوة كبيرة جدا جدا، وبتبقى درجة حرارته مرتفعة، وبيبقى ده مدمر. يبقى البراكين. الزلازل، الزلازل برضو ممكن تكون قوية جدا تدمر المنازل و
تدمر المنازل وتهدمها يعني. أتكلم كمان وأقول إن من القوة الضارة الأعاصير. ويعني إيه كلمة الأعاصير؟ إيه هو الإعصار؟ الإعصار ده عبارة عن رياح قوية جدا جدا، عنيفة جدا، وبتكون ممطرة بغزارة، وزي ما بيحصل كده تاخد كل اللي قدامها. يبقى إيه هي كلمة الأعاصير أو الإعصار؟ هو رياح عنيفة وممطرة بغزارة وتسبب هدم المنازل أو اقتلاع الأشجار طبعا، وأحيانا البيوت. فإذا الإعصار يعتبر من الرياح المدمرة القوية. بكده نبقى خلصنا الجزئية بتاعتنا اللي في الجزء ده من الطاقة، ونقول سؤال الواجب. اكتب المصطلح العلمي للعبارات التالية. أول واحدة، قوة تحرك الأشياء مقتربة من أجسامنا. قلنا إذا كانت مقتربة من أجسامنا تبقى دي قوة جذب، لكن لو كانت تبتعد عن أجسامنا يبقى دي قوة دفع. رياح ممطرة، رياح قوية تصحبها أمطار غزيرة. ايه هي الرياح القوية اللي بتصحبها أمطار غزيرة؟ دي بنسميها الإعصار أو الأعاصير. هاخد سؤال كمان وأقول علل لما يأتي. جميع الأجسام التي تسقط حرة تتجه نحو الأرض. السؤال ده ليه؟ ليه كل الأجسام عندما تسقط تتجه نحو الأرض؟ لأنها تتأثر بفعل الجاذبية الأرضية. أشكركم وأتمنى لكم التوفيق والنجاح.